عايزين تتعلموا ازاي ترسموا بسرعه وسهوله؟ الفيديو ده علشانكم، هنوريكم ازاي ترسموا عمل فني حقيقي من غير ما تعملوا مجهود كبير. يا ترى لفتنا انتباهكم؟ يبقوا اتفرجوا بعناية. لأول فكرة، استخدموا قطعة ورق ولون أكريليك، اعملوا خطوط بيضة، وزعوها بالتساوي على سطح الورقة باستخدام فرشة مسطحة عريضة. دلوقتي نفذوا شوية ضربات بلون أخضر في النص ووزعوها على الورقة بالشكل ده. بعد ما رسمتوا فيونكة، نستخدم الفرشة المسطحة مرة تانية ونفرد اللون الأخضر لأسفل بالشكل ده، ونضيف كمية لون أخضر تاني على جنب واحد ونكمل تظليل. نسيب جزر صغيرة اللون فيها كثيف ومتشبعة بيه. لسه مش فاهمين الصورة دي عبارة عن إيه؟ لفوها وبصلها عن قرب. بينجو! دي بحيرة مع شواطئ خضراء. مين كان يفتكر إنكم ممكن ترسموا الجمال ده باستخدام فرشتين؟ طب لو رسمتم بحيرة تانية مع غابة زرقاء روعة؟ الصور دي شكلها هيكون رائع جداً مع بعض. اللي جاي هنستخدم قطعة ورق ونرسم عليها جذع شجرة. نستخدم فرشة مسطحة ونلون المساحات بين الفروع بألوان مختلفة. نرسم بعناية ونحاول ما نخرجش برا الخطوط. نمشي على الخطوط الخارجية بماركر أسود. ودلوقتي نستخدم قلم كابيلاري ونبدأ نبتكر. نلون كل مساحة بأشكال مختلفة. خطوط، دوائر، أشكال حلزونية، منحنيات، رقعة شطرنج، كل ممكن تفكروا فيه. ونسيب الصورة تنشف ونعرضها. يا ترى إيه رأيكم؟ ممكن تجربوها؟ ودلوقتي استخدموا فرشة عريضة مسطحة واغمسوها في اللونين الأحمر والأبيض بالشكل ده علشان ما يختلطوش ببعض. دلوقتي نستخدم قطعة ورق، نختار نقطة ونثبت الفرشة فيها. من غير الفرشة ما تترفع عن الورقة، نعمل حركة زي دي ونرسم خط مموج عريض. نرجع لنقطة البداية ونرسم خط تاني لعمل شكل بتلة. الضربات المزدوجة للفرشة بتحقق لون مش عادي مع تغيير ناعم زي ما بيحصل في الحياة بالظبط. نرسم الجذع بنفس الطريقة. تقدروا ترسموا حقل ورود كامل باستخدام الطريقة دي؟ وإزاي ممكن توقفوا؟ لما كل وردة جديدة تبقى جميلة أكتر. اللي جاي هتحتاجوا صفحة ورق ملونة. نرسم مخلوقات مسلية من عالم تحت المية. ودلوقتي نرسم مجموعة منحنيات متقاطعة على قطعة الورق باستخدام قلم رصاص بسيط. نستخدم ألوان باستيل ونبدأ في تلوين أجزاء الرسم. نختار لون جديد لكل منطقة وكل تفصيلة لعمل صورة مشرقة على قد ما نقدر. نمشي فوق الخطوط. خلصنا! عمرنا ما كنا نتخيل أبداً إن في متعة كبيرة موجودة في قاع البحر. الصورة بقت جاهزة لتزيين أوضتكم. للفكرة دي هنبلي صفحة ورق بالمية. نستخدم فرشة سميكة. دلوقتي نستخدم شوية ألوان، نعمل ضربات خفيفة ونستنى لحد الألوان ما تنتشر. نخلط ألوان مختلفة ونرسم رسومات مجردة بألوان المية. نضيف نقط وضربات، كل ما الصورة تكون معقدة أكتر كل ما يكون أحسن. بعد ما اللون ينشف، نقطع الورقة مثلثات صغيرة بأشكال وأحجام مختلفة. دلوقتي نستخدم صفحة ورق فاضية ونلزق كل تفاصيل الموزايك عليها. نجمع البازل مع بعض بالطريقة اللي تحبوها. نجمع بين درجات لون ومثلثات مختلفة. أوه! يا ترى كل قطعة خلصت مننا؟ لكن إحنا لسه هنبدأ حالاً. واو! يظهر إن ده وقت مناسب لتخطيط موزاييك جديد. يا ترى أنتوا معانا؟ نستخدم قطعة ورق نلونها بشكل شبكة باستخدام فرشة سمكها متوسط. نرسم الخطوط بعناية ونخلي جوانب شوية خانات منها سمكهم أكبر وشوية تانيين أرفع. شكلها بقى شبه الجليد، مش كده؟ بعد اللون ما ينشف، نستخدم قلم رصاص ونرسم شكل دب قطبي. وش، جسم، كفوف بمخالب، بخانة منهم. دلوقتي نستخدم قلم رصاص أزرق ونستعمله لرسم الخطوط الخارجية للجليد الطافي. نظل المساحات المفردة لزيادة حجم الرسمة. وبعدين نستخدم قلم كابيلاري ونمشي فوق الخطوط الخارجية للدب. نضيف شوية نقط تشبه شكل الفرو ونظلل المساحة تحت الدب بخطوط ناعمة. ونأكد على الخطوط الخارجية للجليد الطافي علشان تبان في مواجهة الخلفية كلها. الخطوة الأخيرة، نرسم الخطوط الخارجية لشوية مساحات في الصورة بماركر أسود علشان يبقى شكلها كامل والشقوق على سطح الجليد الطافي تبقى طبيعية أكتر. خلصنا! نتمنى إن الدب يوصل للشط. للفكرة الجاية هتحتاجوا ورقة مستطيلة بيضة مقصوصة من على جنب واحد شكل قوس بالشكل ده. نستخدم ألوان تلوين رصاص ونبدأ في التلوين. نلون شريط وردي على الطرف المقصوص ومن تحته نرسم سمك ذهبي، شريط تاني تحت السمك.
ونلون باقي سطح الورقة بالقشور، ونلونهم بألوان تلوين رصاص. نحاول نحددهم بخفة علشان الألوان تكون متوزعة بالتساوي. دلوقتي نستخدم ماركر رفيع ونمشي على الخطوط الخارجية ونضيف عيون، خياشيم وزعانف على السمك. نفصل كل القشور عن بعضها. دلوقتي يلا نعمل المية. نظلل للخلفية، نضغط بالراحة على القلم الرصاص لحد اللون ما يبقى شفاف، ونرسم قشور على السمك. نستخدم قطع أكبر من الورق، نلف السمك بالشكل ده ونثبتهم في نص الورقة. نعلم الأطراف ونعمل شكل زي ده على الورقة، واستطيل لي جنب منحني. نلزق السمك المتطبق عليه وننهي بإضافة مقبض لطيف وبخار بقلم رصاص بسيط. نلون التفاصيل ونحدد على الخطوط الخارجية بماركر رسم. اتضح إنها صورة ثلاثية الأبعاد جميلة. أوه، إيه الريحة دي؟ شاي ولا قهوة؟ ودلوقتي نستخدم طبق ممكن نرميه، نقص الأطراف منه ونرسم صورة عليه. نضغط على الخطوط بدقة. ودلوقتي نستخدم أسفنجة مع ألوان ونلون الدايرة كلها. نخلي المساحات قريبة من بعضها، والخلفية المفروض تكون متجانسة. دلوقتي نستخدم قطعة ورق ونطبع ختمنا عليها. نضغط كويس ونضغط عليها بمعلقة. ودلوقتي نشيل الدايرة ونشوف اللي حصل. أدينا خلصنا، يلا نعمل قطة صغيرة صديقة للبومة. أيوة، الأختام دي ممكن نعيد استخدامها، جربوها. للفكرة دي هنستخدم قطعة ورق كرتون ملونة والتباشير. نرسم شكل شبح عليها مع ديل وفم ضخم وعيون. ودلوقتي شبح تاني. نحاول ما نضغطش على التباشير جامد عشان ما يتكسرش. وشبح تاني، واتنين تانيين، واكتر. ودلوقتي نستخدم مسحة قطن ونفرد التباشير وننعم الخطوط الخارجية ونبين الوشوش. بعدين نستخدم قلم رصاص أبيض ونرسم الخطوط الخارجية بيه، نظللها. دلوقتي نستخدم قلم رصاص أسود ونضيف شوية رعب على الرسومات بتاعتكم. لتنفيذ ده هنلون الخلفية بضربات مايلة. هو أنتوا مش خايفين خالص من الأشباح؟ وإحنا مش بنخاف، لكن في حالة لو إيدينا مش للملل وبس، لكن كمان للرسم. نثبت إيدينا على قطعة ورق نظيفة ونخرج صباع الإبهام. نحددها باستخدام ماركر. نخلص الخطوط الخارجية ونرسم عيون ومنقار على الصباع. نرسم أجنحة في نص الكف ونضيف الرجلين. نلون أجزاء من الطائر والصورة بقت جاهزة. دلوقتي نستخدم كمية ورق زيادة ونمشي على الأشكال فوق الورق. تقدروا تعملوا شكل زرافة من الخطوط الخارجية، وصباع الوسط المنحني لو ضفتم بقع وعيون، وشكل صباع الإبهام المنحني مع الصباع الصغير ممكن يتحول شكل أفعى، ونعمل نعامة لطيفة من شكل قبضة مدورة. لونوا ابتكاراتكم، شكلهم بقى رائع، وأهم حاجة فيهم إنهم بيساعدوا على تطوير خيالكم. يا ترى شايفين إيه في بصمات إيديكم؟ للفكرة دي استخدموا ألوان مية. دوبوا شوية ألوان فاتحة على باليت وضيفوا كمية كبيرة من المية. الألوان لازم تكون سائلة جداً. نستخدم فرشة سميكة، نغمسها في اللون الأصفر ونسيب مجموعة ضربات على الورقة. نعمل شوية ضربات باللون الأحمر فوقيهم. نسيب الألوان تختلط، وفي الوقت ده نرسم وردة تانية وواحدة كمان، ونرسم ساق خضرة وأوراق. بعد الرسم ما ينشف نمشي فوق الخطوط الخارجية بدرجة لون أتقل ونخليها تكون تلقائية أكتر. أنتوا عملتوا بوكيه روعة ومحتاجين تقدموه لشخص فوراً. لفكرة الرسم دي هتحتاجوا أقلم رصاص ملونة، نبريهم. نحاول نعمل ده بعناية علشان نشارة البري يكون صلبة ومتساوية. دلوقتي نستخدم ورقة ونلزق فيها واحدة أو أكتر من نشارة البري. وبعدين نستخدم ماركر ونشتغل على التكوينات. نضيف قارب، نحلة، قصرية ورد، وكاندي، عربية طفل. يا ترى عجبتكم؟ دي فكرة بسيطة لكنها مثيرة. إيه اللي ممكن نرسمه تاني بالطريقة دي؟ عندكم اقتراحات؟ يا ترى عجبتكم ابتكاراتنا الفنية الجديدة للحياة؟ عرفونا في التعليقات أي أفكار منها هتجربوها. اشتركوا واعملوا لايك للفيديو واضغطوا على الجرس علشان تشوفوا فيديوهات فنية جديدة على قناتنا.